وهذا الحديث العظيم حديث أنس رضي الله عنه لا يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيه أن محبتك لأخيك المسلم مثل ما تحب لنفسك هذا جزء من الإيمان، جزء من الإيمان الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك أن تحب لأخيك وإخوانك المسلمين مثل ما تحب لنفسك من الخير. والمحبة مكانها القلب، تحب لهم السعادة، تحب لهم النجاة من النار، تحب لهم العلم النافع، تحب لهم الرزق الطيب، تحب لهم صلاح الذرية، تحب لهم السلامة من الأمراض، كل ما تحبه لنفسك أحبه لإخوانك المسلمين. إن لم تفعل ذلك فقد فرطت في إيمان أوجبه الله عليك. من أين عرفنا أن الله أوجب عليك ذلك؟ من نفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يكن كذلك، والإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب، الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، لا ينفى، هذه قاعدة، لا ينفى الإيمان في نصوص الشرع إلا في ترك واجب أو فعل محرم، لا ينفى الإيمان في ترك مستحب. المستحب إن فعلته أثابك الله، وإن لم تفعله لا يعاقبك الله، لكن لا ينفى الإيمان عمن لم يفعل المستحب. لا يقال في حق من لم يفعل المستحب لا يؤمن ولم يؤمن أو ليس منا، لكن الإيمان الواجب ينفى الإيمان. والمراد بالإيمان المنفي في مثل هذه الأحاديث هو الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. ومعنى ذلك أن من لم يفعل ذلك عرض نفسه للعقوبة، لأن الله أوجب عليه ذلك. وهذا يفيد ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، أن هذه المحبة الصادقة لإخوانك المسلمين مثل ما تحب لنفسك هو الذي يطرد عن قلبك أمراض القلوب من الغل والحقد والحسد والضغينة وأشياء كثيرة جدا، كل هذه تدخل على القلب إذا فسدت هذه الخصلة، لم يحب لهم ما يحب لنفسه. أما إذا كان القلب طيب وسليم تجاه أخوانه المسلمين لا يحب لهم إلا ما يحب لنفسه، فإن أمراض القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى تذهب. ويتنامى على إثر هذه المحبة وقوتها في قلب العبد تتنامى أعمال الخير، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله قال وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة فإنه من الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. فإذا من أمور الإيمان وخصاله العظيمة وهي خصلة مكانها القلب أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك أي من الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.